يا صباح الورد والياسمين على عيون حضراتكم، صباح الحب والعشق في أرض وطن عظيم بشعب عظيم بشعب رائع. امبارح وبقى على مدار 3 أيام احنا بنتفرج على ملحمة عشق المصريين لأرضهم والبلدهم. شفنا نماذج من كل حاجة ليها فعلا بتمثل وبتجسد معنى الديمقراطية ومعنى الوجود ومعنى الثقل ومعنى ان انت تقول انا موجود وانا هفضل موجود. عملنا كشف حساب لرئيس بلد ودي أول مرة تحصل وما بتحصلش ومش من التجارب المعهودة حتى وخصوصا في شرق أوسط أو في دول عربية إن احنا نعمل كشف حساب لرئيس. تعالى نحاسبك أنت موجود معانا بقالك 4 سنين، عملنا إيه؟ حققنا إيه؟ أنا كمصري مستفيد إزاي؟ بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. كمان كان في فقرات تانية زي يسأل الرئيس كل اللي كان نفسه في سؤال او عايز يكلم الرئيس في حاجه ساله وبعته ايميلات واتجمعت واتفلترت ان اتعملت مجموعات واتسال الرئيس وكان بيجاوب بكل اريحيه وبقرب لشعبه. امبارح الشعب المصري كمان كلنا شاهدنا جزء كده من ماضي الحاضر. عرضنا كده فيلم امبارح في حكايه وطن مصر كانت ازاي في 2011 وايه اللي كان مرسوم لها ومصر ايه النهارده. اتكلمنا على علاقاتنا الخارجية، اتكلمنا على ثقلنا كمصريين وكمصر سواء افريقيا وعربيا وعلى ارض العالم كله. الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح استأذننا واستسمحنا ان احنا ان هو يعيد ترشيح نفسه للرئاسة لفترة تانية، وفي نفس الوقت اكد على حاجتين مهمين جدا، انه كمصري وكمواطن حر وكمواطن تعب في البلد دي وبيحبها وبيخاف عليها مش هيسمح لفاسد يقعد على كرسي ابدا، زي ما احنا مصريين مش هنسمح لحد فاسد يقعد على كرسي رئاسه مصر ابدا. وتاني حاجه اكد عليها ودي المهمه، انه انزل رشح كل اللي انت تحبه، رشح الشخص اللي يناسبك، رشح البرنامج اللي تحبه، رشح الشخص اللي انت تشوفه يحقق طموحاتك. لكن اهم رساله اكد عليها الرئيس امبارح، لازم ننزل، لازم نوري العالم احنا فاهمين يعني ايه ديمقراطيه، انا فاهم يعني ايه حقوقي وحرياتي، انا هنزل اطالب باللي انا شايفه يناسبني ويمثلني كرئيس لمصر. لازم ننزل للصندوق ونقول احنا مصريين واحنا موجودين عند الصندوق. صباح الخير يا حسام. صباح الخير يا اسماء، وصباح مصري خالص لمصر اللي بتخطو خطوه ايضا جديده في تاريخها والذهاب لانتخابات ايضا الرئاسيه الجديده. خلينا نقول ان النهارده بيفتح باب الترشح لقبول ايضا اوراق المرشحين المحتملين لرئاسه الجمهوريه، ومن وحي ما شهدناه في الايام الثلاثه الماضيه خلينا نقول ان احنا امام فلسفه جديده وضعها رئيس مصر تتلخص في الاتي: اولا انه اي رئيس بيقدم كشف حساب عما قدمه من خدمه او ما قدمه من عمل طوال فتره رئاسته، وعلى المصريين ان يحكموا اذا كان هذا الجدول من الاعمال كان بيناسبهم ام لا، ويتابعوه ويراقبوه ويشوفوا ما تحقق من اجازات. تاني حاجه انه الرئيس ايضا ونحن مقبلين على فتره انتخابيه جديده او فتره رئاسيه جديده بعد شهور قليله، قال انه بيضمن نزاهه وشفافيه الانتخابات القادمه لاي مرشح وببدا تكافؤ الفرص ما بين كل المرشحين. ثالثا ايضا انه الرئيس دعا كل المصريين الى النزول والانتخاب والنزول بكثافه مهما كان اختيارهم او مرشحهم السابق. هذه هي الفلسفه الجديده اللي كنا بنطمح وان احنا بنحلم بها، انه يكون في انتقال سلس وسلمي وجاد واستكمال لنفس مسيره العمل اللي بيخطوها اي رئيس سواء كان الرئيس السيسي او اي رئيس غيره، وده اللي احنا عشان نحافظ على التجربه دي او ما وصلنا له يتبقى علينا نحن ان ننزل الى الانتخابات القادمه بكثافه عشان نعبر عن رايك ايا ما كان رايك ايه، زي ما قال الرئيس اختار الرئيس او اختار غيره، المهم في النهايه انك تعبر عن رايك عشان ده هيؤكد انه كانت هناك تجربه مصريه وده يعطي شرعيه لاي تجربه قادمه. صح. ويعطي العالم كمان نظره عن طبيعه تجربتنا الخاصه اللي ليها علاقه فقط بالمصريين، لا نستلمها من احد او لا ناخذها من احد. صباح الخير يا مصريين، مصر التي تخطو خطوة أيضا كبيرة اليوم في تاريخها الحديث. مصر تجربة فريدة العالم كله شهد عليها من 2011 لحد النهاردة، احنا في تجربة فريدة العالم بيتعلم مننا وبيدرسنا. بلد كانت في مخطط سقوط تام سياسي واقتصادي، فشلوا تماما ان هم يدخلوا لنا مشاكل طائفية مسلم ومسيحي مسلم سنة وشيعة. المنطقة العربية كلها كانت ملتهبة وكان المفروض ان احنا يبقى مخططنا زي مخطط جيراننا.
التجربة الفريدة إن المصريين شعب ملوش كتالوج، ما عرفوش، شككتوا في البلد ما قدروش، تشككوا في قيادتنا وفي نفسنا ما يعرفوش، تشككوا في مصريتنا وتقولوا ده مسلم وده مسيحي وفتن ما قدروش. بس الكتالوج الوحيد أو المفتاح الوحيد اللي عند الشعب المصري ده إنه جدع، لازم اللي عينه بتشوفه هو اللي بيقول آه لا ده كويس، ده فاسد. شعب جدع وعنده وعي، وأهم حاجة عنده إن أرض وتراب البلد دي مستحيل حد هيقدر يمسها. شعب قدر يجمع بعضه كده ويحط ايده في ايد بعض ويقولوا احنا مع بعض، احنا البلد دي محدش يقدر يتحكم فينا. دي اكتر الرسائل اللي احنا وصلنا للعالم بره، ودي اللي احنا بنأكد عليها دلوقتي. احنا عدينا فترة وحشة جدا من سياسيا وعصرة اقتصادية وحشة جدا، الفترة اللي جاية كمان مهمة قوي ان احنا نحصد كل الصبر وكل الخير يا رب في 2018 واحنا بوعي وبديمقراطية.